فرحان بزاف ان تلبيت الدعوه من هذا المجلس الجميل اللي تنحييهم باش تكون المشاركه ديالي في هذا المهرجان هذا اللي هو في النسخه ديالو الاولى تجمع ما بين الموسم والمهرجان وكذا ومهرجان كاين طابق فني جميل. ايوا الحمد لله ما كون الا سعيد وبالاخص معانقه هذا الجمهور هذا الجمهور الواسع اللي فاجئنا تبارك الله بالحضور ديالو البارح يعني كان حضور جماهيري كبير وتفاعلوا مع عرضو ربي اني كتحس كاين واحد الحب متشارك ما بين فهيد وهذا الجمهور وهذ الساكنه العزيزه الغاليه. دونك الحمد لله المهرجان ما نقولوا عليه الا ناجح. هذه خطوه الاولى ديالو وهذه ضمان الاستمراريه على ان شاء الله نشوفوا النسخه الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله لان كاين معطيات ديال النجاح وديال نجاح هذا المهرجان هذا. ماشي تلقى راحتك هادو اوبليجي على الفنان اي فنان في اي مجال لانه خص يحضر لهاد النوعيه من هاد المهرجانات حيت هذا هو لا ماس هذا هو لا باز. هنا كتعرف لا كاباسيتي ديالك هنا كتعرف حب الناس ديالك هنا كتعرف الترمومتر ديالك لان هادو هما لا ماس هادو هما اللي كيحبوك هادو هما اللي كيتفرجوك في التلفزيون عندهم علاقه معك مع التلفازه حبوك كتولي واحد من الاسره واحد من العائله واحد ني راه كتشوف تبارك الله راه ما دخلنا باش ندخلوا من هنا راه كاين واحد التفاعل المحج ديال الناس راه ما لا اله الا الله لا الحمد لله انا كنشكرهم بزاف كل مره انا حتى انا راه كنبادلكم بنفس الحب ونفس رانا جاي بحب كبير وجاي على اساس انني بحال عندنا علاقه او الحضور ديالي هنا بحال اني سبقت جيت لهنايا باش كنقول لك راه كاين واحد الرابط مشترك ديال واحد الحب ديال الحب الحقيقي ديال البيبليك لان هادو مراسم مال الفنان. سعد الخالق اول مره كتجي لقنيطره؟ دابا حنا ماشي في قنيطره حنا في جامعه المنصور اما اي ولكن حيت الحفل فين كاين والعادات فين كاين في جامعه المنصور. دوك انا اول مره كنجي لهذه المنطقه الجميله. السلام عليكم معكم الفنان محمد الواصي. اليوم لي شرف كبير نكون حاضر في مهرجان بن منصور في دورتي الاولى. ان شاء الله غادي نطلبوا هذا الجمهور الجميل جمهور ديال الغرب ان شاء الله غادي يسمعوا موسيقى ان شاء الله جديده غريبه عليهم شويه ولكن غادي تعجبهم تكون موسيقى ان شاء الله عالميه وفيها داكشي اللي فيه تمغربي ان شاء الله. سر الله نعم الجديد ديالي هو واحد كليب لحتو مؤخرا اغنيه سميتها جاوبيني من الكلمات والالحان ديالي ومن توزيع الموزع سيف ايسيل. اغنيه الحمد لله غدا كتلقى واحد النجاحات. الفنان الحبيب ود الغرب غني عن التعريف واول مره كنتلقى بحال هذه الدعوه هذه وفرحان بها بزاف وكنتمنى نوفر داك الشيء اللي طلبوا لي الناس وكنوجه الشكر للجماعه اللي وزعت فيها الثقه وكاع الناس اللي سهروا لهذا الحفل هذا وكنتمنى نكون على حسن الظن ديال الجميع وشكرا لكم انتم على الاستضافه وبارك الله فيكم. معكم زهره. انا ديجا يعني كنخدم في مهرجانات وكيعجبني يعني هذا ديالهم وسميتو ديالهم ديجا يعني كنخدم فيهم يعني ماشي اول مره. كيفاش كتشوفي التفاعل ديال الجمهور؟ زوين وكيدوز داكشي زوين الحمد لله كلشي بخير.